يعطيكم العافية. تعالوا نقرأ هاي الجملة. بحكينا they're going there for their party. في عنا هون كلمة there تكررت ثلاث مرات بس كل واحدة إلها استخدام غير. بحكينا هاي there وهاي كمان بتلفظ there وهاي كمان إيش there. فالpronunciation اللفظ ما بتغير the same there there there. بس انتبهوا في الكتابة هاي إلها استخدام معين وهاي إلها استخدام معين وهاي إلها استخدام معين. هاي there الأولى هاي contraction هي اختصار ل they are. فأنا بقرأها إيش there. انتبهوا هاي اختصار لإيش ل they are. they are going هم رايحين there. there بمعنى إيش هناك. هاي تنكتب هيك there بمعنى إيش هناك. مش في عنا إشي اسمه here. شو يعني here؟ here يعني هنا. أما there شو يعني there اللي هي هناك. شوفوا كيف كتبتها تختلف عن هاي بس اللفظ the same. there هاي الأولى هي اختصار ل they are. هاي اتفقنا عليها they are يعني هم going there. there يعني إيش هناك. هاي حكينا adverb أو pronoun يعني ضمير. طيب for their party آخر there معانا اللي هي هاي تنكتب هيك there بمعنى هون ال passive adjective. شو يعني passive adjective؟ يعني ضمير ملكية ملكية إلهم تمام. فالبارتي هي belongs to them يعني البارتي إلهم. فهم رايحين هنا عشان حفلتهم أو their party. بس البرونسياشن اتفقنا شو ماله the same they're going there for their party. فمعناته بس انتبهوا أحيانا في الكتابة هاي تعتبر من spelling mistakes الأخطاء الإملائية اللي بوقع فيها الطلاب أو حتى الكبار يميزوا بين there are و there بمعنى هناك و there بمعنى positive adjective. ويعطيكم العافية.